هشام دخل في غيبوبة ملي فاق لقاو عنده المسرانة الزايدة غادي ترتاق، والناس اللي كيقولوا باغا ديري البوز لاش باقا كتصوري، حيت خصوصي ما شي حاجة يعني اش مازال غنقلب. السلام عليكم، شخباركم، لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. راني والله الا كنشوف الميساج ديالكم وكنحاول انني نجاوب على كل شيء، كنحاول زعما نجاوب داكشي علاش قدرت. سمحوا لي، عارفه باللي مفرطه من جهتكم، حيت كنشوف بحال كتعاليق وميساجات صافي وصلتي لداكشي اللي بغيتي، حنا ما بقينا ما بقيتي زعما غتستفدي منا بوالو، لا بتقوليش بحال هكاك، والله الا ربي بوحدو اللي علم معزتكم. ولكن بعض المرات ما كتكونش عندك طاقه تتهزي التليفون، وغير هادشي سبحان الله العظيم، باش جينا لهاد البلاد دزنا بزاف ديال الحاجات. هشام دخل في غيبوبة ملي فاق لقاو عنده المسرانة الزايدة غادي ترتاق، بزاف 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 ديال الحوايج، وكل حاجة وكيفاش كتكون ردة الفعل ديالها منا حنايا. داكشي علاش سبحان الله العظيم ما كتكونش الخاطر للتليفون، ولكن من الواجب ديالي نجي باش نهضر مع عائلتي ونقول لهم حالة هشام فين وصلت، هذا واجب واجب. والناس اللي كيقولوا باغا ديري البوز لاش باقا كتصوري، حيت العالم ديال السوشيال ميديا صعيب شوية، مقسوم على قسمين. هذوك الناس بغيت نقول لكم واحد الرسالة، انا البوز قبل حاولت نديرو تقبل، فما بالك دابا اللي من بعد الله سبحانه وتعالى، نحن تحت الرعاية الملكية، يعني ما ناقصنا حتى شي حاجة. داك البوز مثلا اشنو غادي يجيب ليا وانا ملكي العزيز، ملكنا الله ينصره جلالة الملك محمد السادس، ما مخلينا زعما مخصوصين ما حتى شي حاجه، يعني اش مازال غنقلب. خاصكم تفكروا شويه بالعقل، انا فقط كندوي وكنتحتت مع العائله ديالي فقط، لا اقل ولا اكثر. وراه غادي تلاحظوا بلي كاينين بزاف ديال الكومنتات، وعندي بزاف ديال المساجات اللي بغاو يطمئنوا على الصحه ديال هشام. هشام كيما قالوا الطبه ديال هنا غيكون تتخطى مرحلة الخطر بنسبة 50%، ولكن مازال هشام في العناية المركزة، مازال هشام تحت المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة من طرف الأطباء، حيث هشام كاين في السبيطار أخصائي لأمراض السرطان، وكيقولوا بلي هو من أحسن السبيطارات لأمراض الناس اللي مرض بالسرطان. الله يشافيهم الشفاء التام يا ربي الحبيب، الله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين. المهم الحالة ديال هشام بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جلالة الملك محمد السادس، اللي والله ما تخيلوش الإحساس ديالي من جهته، كان إحساس قوي وكبير بزاف من قبل، ودابا زاد ضعف. يعني حطوا راسكم بلاصتي، فاش كتلقي كاع البيبان تسدو في وجهك وكتردي وجهك للقبلة كتقول يا ربي تسخر لي عبادك وتفتح لي أبوابك، كتجي واحد الحاجة اللي كنتي كتضميها بعيدة وتهز لك الزوج ديالك بحال طير من الطيور السماوات. ما عرفتش فهمتوني ولا لا؟ المهم سمحوا لي بزاف الا ما كنتش قادرة انني نوصل احساسي، ولا ما كنتش قادرة انني نوصل الرسالة اللي بغيت نوصلها، لكن على كل حال انتم دائما كتفهموني. جلالة الملك محمد السادس كنبغيكم بزاف، والله ما تخيلش مدى الحب والاحترام والتقدير والمعزة اللي زرع ربي في قلبنا تجاهك. المهم الحالة ديال هشام غدا بشوية بشوية المسرة الزايدة، اللهم لك الحمد، واخا كان خطر كبير على انه يدخل البلوك ويدير العملية، ولكن بقدرة الله عز وجل داز العملية بخير وعلى خير. ودابا حاليا هشام كيتسناو انه تستقر الحاله ديالو باش يبداو في الحصص ديال لاشيميو، وان شاء الله دوز بخير وعلى خير. هاد الحصص ديال لاشيميو غير تمهيد ديال الجسم ديال هشام، اما العلاج على جال فرنسا سميتو الكارتيسيل، حتى تولي الحاله ديالو مستقره عاد يبداو فيه، حيت علاج صعيب وكيخص الجسم يكون قوي شويه، واخا داك المرض ما كيخلي حتى شي قوه في الجسم، ولكن عند حسن ظن عبادي بي فإني مجيب لدعوة الداعي إذا دعاني. اسمحوا لي إلا كنت غلطت فيها ولا شي حاجة، ولكن ركينا في القلب بالمصطلح ديالها الصحيح، باللي ربي سبحانه وتعالى واخا داك المرض ما يكون خلى حتى شي حاجة في الجسم ديال هشام، ولكن ربي كبير.
انا كندعي لله سبحانه وتعالى صباح وعشيه انه يزرع في الجسم ديال الزوج ديالي القوه والطمانينه والسكينه في القلب ديالو، ويزيد يقوي ايمانه بالله، ويزيد يقربه ليه اكثر من اللي هشام قريب من الله. يعني هشام قوه الخيوط دايرين به، ومع ذلك خديجه اذن الظهر، خديجه اذن العصر. يعني هذه الحاجه بحد ذاتها واحد نقطه امل كبيره باللي هشام غادي يولي بخير باذن الله باذن الله. داكشي علاش تسمحوا لي كثرت عليكم، بغيت نجاوب على كاع الاسئله. دعوا لي مع هشام ان شاء الله يولي بخير وعلى خير، ان شاء الله يولي بخير وعلى خير. بزاف بزاف ديال الدعوات لعل الاقدار تبدل باذن الله. وانا كنامن باللي الا شفنا ربي متشبتين باللي كلنا يقين انه كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير، متاكده انه ربي ما غاديش يخيبنا. وانا ايماني بالله قوي انه هشام غادي يولي بخير وعلى خير. حنا كنديروا اكثر من اللي في جهدنا، والكمال كيبقى على الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم بزاف على لي ميساجات ديالكم، وشكرا على حبكم لينا بلا حتى شي مقابل، راكم فوق الراس. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.